سنة غير عن كل سنة في حياة أصالة. بحب الحلو، بحب الأشياء الحلوة. رجعت واحدة جديدة في كل تفاصيلها. كل أمنياتي الناس تروق هيك وترحم بعضها والرحمة تعمل. في 15 مايو من كل سنة أصالة بتحتفل بعيد ميلادها بطريقة مختلفة، إما ببس على إنستجرام مع جمهورها في كواليس تصوير فيديو كليب جديد، في حفلة مع العيلة، أو بكلمات كلها حب وغزل مع زوجها فائق حسن اللي السنة اللي فاتت كانت معيدته هي الأهم ليها. بقول له للحب اللي جنبي الله يحفظه يا رب بحياتي الدنيا كلها، هو الدنيا هو الحياة هو أبي وابني وفيدي وحياة قلبي الحنون. فالراحة النفسية والاستقرار العاطفي اللي بتعيشه أصالة من وقت ارتباطها بفائق انعكس على كل تفاصيل حياتها. لدرب لك مشيت بالولا روحها وجاية. الصورة اللي أنا عم ببنيها هي صورة جماعية مش صورة فردية، اللي رسالتي هي رسالته. فنقدر نقول إن السنة دي هي سنة أصالة بامتياز على الصعيد الفني والعائلي، فبنتها هشام أهدتها أول حفيدة في العيلة. أنا كمان أغلب الصور حتى إيدي على بطونة لأني أنا كمان خايفة على بطونة. واحتفلت كمان أصالة بزفاف شقيقها أنس الفرحة العائلية الثانية في سنة 2024. بالك عند كل الشباب الحمد لله، يعني كانت هيك مناسبة حلوة وكلنا كنا بأحلى حالاتنا، وعزوز انبسطت بأنوس كتير كتير وأخيرا شافته عريس. وابنها خالد كمان كان ليه نصيب من النجاح بدعم والدته من خلال أول فيلم سينمائي ليه وهو الحريف. أنا بتربي في الستوديو معاها، فأنا طول عمري بروح بشوفها، عمري ما تخيلت أنا هعرف أغني أساس صوتي الصراحة. تسمعيني لا يمكن تعرفي إن أنا أقرب لها أصلا، لا صوتي مش مغني بصراحة، بس عندي الظاهر طلعت أعرف أعمل حاجة. ومن بعده كانت جنبه لما فتح مشروع خاص في مصر. أما فنيا فبنقدر نقول إن أصالة حققت رقم قياسي بعدد الحفلات سواء الخاصة بيها أو كمشاركة ضمن عدد من النجوم. قطعت خلاص ما عارفك كل اللي عارفك، ما بقاش في بينا سلام أو كلام. وفي كل مرة كانت بتكون حديث الناس بسبب إطلالتها وجمالها. هذا استعرته من ريم أبو سمرة رفيقتي، مشكورة ما قصرت. هذا جوزي جبريل من معاصي باعي، بس هاد جوز شبكياس هذا مستعدته. وأكيد خفت دمها وعفويتها مع الجمهور. سقفوله بس كتير وراموتي، وين الرياضة وين الرشاقة تفضل ودش هيك. وأهم حدث على الصعيد العملي هو ألبومها لحقت نفسي واللي حقق نجاح كبير جدا. رجعت واحدة جديدة في كل تفاصيلها. وصحيح ان كل الاغاني كانت ترند، الا ان اغنيه صندوق اخذت اصداء كبيره، فهي اغنيه العوده الاصاله للغنى باللهجه السوريه بعد غياب طويل، ده غير قصتها المؤثره اللي اتكلمت فيها عن طفولتها في الشام. قلب يا ضحكت ابي ترقصني وتقل العبي، قلب يا اول صبي جبلي غزل البنات. وتوجت النجاح ده بفوزها بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى في حف جوي أول. بنبسط كتير كتير لأنه هو يندرج تحت بند التقدير وأنا بحب التقدير. ده غير إنها شاركت في الحفل بعرض مبهر على أغنيتها فوق كان حديث الناس. قلبي في غيابك وجعني. وعلى صعيد الديوز حققت أصالة أمنية جمهورها وقدمت ديو الحب الأبدي مع ماجد المهندس من كلمات زوجها فائق حسن. غنيته وصورته وطالع بجنان. بجنن. وبعيداً عن أغاني الدراما، أصالة حبت تكون ليها لمسة خاصة السنة دي في عيد الحب بالديو الأشهر بينها وبين أحمد سعد بأغنية سبب فرحتي. سبب فرحتي. وكملت أصالة مشاريعها بتقديمها لأول مرة بودكاست بيك تايم مع عمرو أديب اللي عرض في شهر رمضان. مشان هيك أنا عم بقول لك أنا طفلة. صحيح.